أصدرت إدارة الصحة منطقة سنوهوميش بيانا يوم الجمعة قالت فيه إن 2 من السكان اللذين ثبت حملهما للجسم المضاد لفيروس كورونا الجديد قال إنهما مرضا في النصف الثاني من ديسمبر الماضي، وإن الأعراض كانت مماثلة لأعراض فيروس كورونا الجديد. ويعتبر اختبار الأجسام المضادة اختبارا لحالة الجسم في فترة سابقة، ومن خلال الكشف عن أجسام مضادة محددة في المصل يمكن تحديد ما إذا كان الشخص أصيب سابقا بالفيروس. وقد قال كريس بيتيرس مسؤول الصحة في منطقة سنوهومش في البيان إنه وفقا للتقارير التي تلقيناها والتقارير في أنحاء البلاد، من المرجح أن الأمراض التي يسببها فيروس كورونا الجديد ظهرت في الولايات المتحدة قبل منتصف يناير. وقال البيان إن نتيجة اختبار الأجسام المضادة في مصل الدم تشير فقط إلى إصابة الشخص بفيروس كورونا الجديد من قبل، ولكن من المستحيل تحديد الوقت المحدد للعدوى. لذلك من الصعب تحديد ما إذا كان الشخصان قد أصيبا بالفيروس في ديسمبر الماضي أو أصيبا بفيروسات تنفسية أخرى أولا قبل إصابتهما بفيروس كورونا الجديد ولم تظهر عليهما أي أعراض. وقالت إدارة الصحة بمنطقة سنوهوميش إنها تلقت عشرات التقارير عن وجود أجسام مضادة إيجابية في الأمصال ضد فيروس كورونا الجديد في انتظار مزيد من التحقيقات. الجدير بالذكر أن أول حالة مؤكدة لفيروس كورونا الجديد أعلنت عنها الحكومة الأمريكية رسميا ظهرت في 20 يناير، وكانت لمقيم في سياتل بواشنطن.